الاستعداد للمبتدئين. كن مستعداً للتداول بجزء صغير من المال. يتم تحسين أساليبك في التداول من خلال التجربة. أموال الحقيقة، فليس هناك بديل لشعور الخسارة الفعلية أو الأرباح. مع ذلك، يجب البدء بمبالغ صغيرة بحيث يمكنك تجربة شعور المكسب والخسارة على نطاق ضيق. تذكر، عند التداول بمبالغ قليلة، يجب مراقبة رصيدك، ولا تقم أبداً بالتداول بما لا يمكنك تحمله، وتعلم دائماً من فشل الخسارة ونجاح الأرباح.